الرئيس ترامب شو يقول؟ يقول لماذا غزونا العراق وأسقطنا فوق رؤوس الناس آلاف الأطنان من القنابل؟ كان العراق قوة عسكرية تعادل إيران وأقوى، لكننا دمرنا هذه القوة وسلمنا لإيران. قلت لهم مرارا لا تذهبوا إلى العراق، لا تذهبوا إلى العراق، يرحم والديكم، اتركوا العراق. لكنهم الإدارة الأمريكية مريضة نفسيا. هذا من يقول؟ ترامب. أول ما استلم وين راح؟ راح انطاهم القدس. كل إكلاوات طبعا إكلاوتي. طلع أوباما، أوباما مو مسلم، أوباما حسين عبد الزهرة، أوباما أبو عمار، يقول لقد نصحت نتنياهو بعدم ضرب إيران، فالإيرانيون حلفاء لأمريكا وأصدقاء لنا، لقد ساعدونا في تحرير العراق. يا سحجاها وقبول، بعد ماكو خوف أبد، لا خوف ولا مختشي. منين يخافون؟ مدى منين يستحون؟ مني لو منك. يقول ساعدونا في تحرير العراق وحاربوا معنا إرهاب السنة. بعد هذا منين؟ هذا الأخ العمي منين هذا؟ لا أنت منين؟ شو إحنا حسبانا مسلم؟ مسلم هذا، شوف الله ينصره إن شاء الله. بعد شوف شلون، شوف شلون يحكي. وحاربوا معنا إرهاب السنة، يقصد دائما الداعش، يحسبونه على السنة. ومن جابوا؟ إرشان قاسم سليماني يدرب بيهم بسوريا وحموا. شوف هاي النقطة حتى تعرف أنت كل الزين هذا شنو؟ قال قاعد يصير شنو؟ يقول من هم اللي حموا؟ حموا حدود إسرائيل الشمالية، يعني جنوب لبنان، يعني منو؟ يعني حسن زمير. يقول وحموا حدود إسرائيل الشمالية على مدى سنوات، ضرب إيران خطأ يا بنيامين. اسمع نصيحتي، هذا هو يقول. هذا الحكي مال من؟ هذا الحكي مال أوباما. حكي ترامب حكي لأنه ليش يريد يصعد، يريد يصير. هذا اصلا هو اللي راح يصير بالمنطقه الان. هذا الحكي ليش انت ليش ما يعني ليش تفضحهم الان؟ يعني هذا احكي ويا اوباما، انت ليش تفضح بايران؟ انتهت الان، خلاص ما عندهم غير خطوات للقفز الى المخطط القادم.